مساء الخير، هذه الحرة الليلة وأنا حيدر المحرابي يقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات. ونبدأ الساعة الأولى من الحرة الليلة من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى السعودية لإجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين مع إمكانية إجراء لقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان. أسئلة عدة نطرحها على ضيوفنا، منها إلى أين تمضي العلاقات بين واشنطن والرياض مع تراجع الفتور بينهما، وأيضا ما هي الملفات التي ستحظى في الأولوية في هذه المباحثات؟ قبل زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان أن الإدارة الأمريكية ستنضم إلى أي مبادرة مستقبلية تستهدف التوصل إلى اتفاقات سلام أو تطبيع بين السعودية وإسرائيل استمرارا لاتفاقات إبراهيم التي تدعمها إدارة بايدن. أيضا بحسب سوليفان الذي أشاد بما تم تحقيقه من تقدم في مجال النقل الجوي للمسافرين بين البلدين، الإجابة المباشرة والصريحة هي نعم، لدينا مصالح في رعاية التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وبالمناسبة إدارتنا هي التي أنتجت الخطوات الملموسة الأولى لكي يتفق البلدان على فتح المجال الجوي للسعودية في وجه الطيران المدني للمسافرين. ولكن في الجوهر التوصل إلى تطبيع بين إسرائيل والسعودية هو في صميم مصالح أمننا القومي، ولكن في موضوع مدى الجدية ومدى تركيزنا في الأمر فأفضل عدم التعليق كي لا أعرقل الجهود. سوليفان الذي تحدث خلال المؤتمر السنوي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قال إنه سيلتقي مسؤولين سعوديين وآخرين من الإمارات العربية والهند من أجل مبادرة إقليمية تنموية جديدة. وفي معرض الحديث عن إيران أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مبقية في ذات الوقت باب الدبلوماسية مفتوحا. وجدد سوليفان أسفه لإلغاء الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما مع إيران وألغته إدارة ترامب السابقة. نحن أيضا منخرطون دبلوماسيا لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني. نحن مؤمنون بأن إنهاء العمل بالاتفاق السابق دون إيجاد بديل كان خطأ، ولكن نحن واضحون مع إيران، لن نسمح لهم بامتلاك السلاح النووي. الرئيس بايدن أكد هذا الموقف مرارا، بما في ذلك الإقرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. في الشأن الليبي يقول سوليفان إن البيت الأبيض لا يرى من حل إلا عبر العودة إلى المسار الانتخابي، مؤكدا استمرار تمسك واشنطن بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة. مستشار الأمن القومي لرئيس الأمريكي جو بايدن جيك سوليفان تحدث عن جهود الولايات المتحدة من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي في هذه المنطقة، كما أنه تحدث عن استعداد واشنطن للمشاركة في مشروع تطبيع بين السعودية وإسرائيل، هذا في حال ما تم الإعلان عنه. خلينا نروح إلى الحرة واشنطن. مشاهدينا، أناقش هذا الملف مع ضيفي من الرياض سيد سليمان العقيلي المحلل السياسي. سيد العقيلي، مرحبا بك معنا في الحرة الليلة. العديد من المسؤولين الأمريكيين زاروا بالفعل المملكة العربية السعودية، نتحدث اليوم عن زيارة جيك سوليفان، وهناك أيضا زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المملكة. هل تقرأ في هذه الزيارة إشارة لانتقال مرحلة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من مرحلة فتور إلى مرحلة أكثر نشاطا؟ نعم، مساء الخير، أحييك ومشاهديكم الكرام. وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية صححت الحقيقة موقفها من المملكة، والذي يعني اتسم في السنة الأولى للرئيس بايدن بيعني الخشونة، والشيء الذي انعكس على علاقات البلدين. وأنا في تقديري إنه هذه الإيجابية الأمريكية من الممكن أن تقابل بإيجابية سعودية لصالح المصالح المشتركة للشعبين وللبلدين. و أعتقد إنه الرياض ليست البادئة في يعني
تبريد العلاقات مع الولايات المتحدة، وإنما الرياض يعني قامت بخطوات من أجل تحقيق مصالحها الدولية بعدما اعتبرت أنه الاستراتيجية الأمريكية في الخليج يعني تراجعت، والقيمة أيضا الاستراتيجية للنفط أيضا في المفهوم الأمريكي. سيد العقيلي، يعني سيد سوليفان يتحدث عن أن الولايات المتحدة تسعى لي يعني تعزيز العلاقات من جديد مع المملكة العربية السعودية. هل هناك تعتقد ملفات ملحة بالنسبة للمملكة تريد أن تفتحها وتعزز العلاقات مع الولايات المتحدة بشأنها، أو لنقل بين مزدوجين إصلاح ما تم تخريبه بشأن هذه الملفات؟ هل هناك أولوية بهذه الملفات؟ نعم، أنا أولا أعتقد أنه تصحيح الخطاب السياسي الأمريكي تجاه الرياض مفتاح الحقيقة لتعزيز وتطوير علاقات البلدين. والناحية الثانية الحقيقة هي الاستثمارات، لأنه الاستثمار الأمريكي في الرؤية السعودية وهي مشروع اقتصادي عملاق سينعكس على كامل المنطقة، الاستثمار الأمريكي يعني خجول في هذه الرؤية. والشيء الذي جعل الرياض تعتمد على قوى دولية أخرى في الشرق وفي الغرب. تتحدث عن رؤية 2030 لولي العهد، صح؟ بالضبط، هذا ما أقصده. والاستثمار اليوم هو المعادل الحقيقي لمعادلة الأمن والنفط السابقة، لأنه المملكة ليست نفطا فقط، المملكة دولة مؤثرة في الإقليم وفي أسواق الطاقة العالمية، وهي عضو في مجموعة الـ20 وعندها مشروع سياسي واقتصادي ضخم. ولذلك يعني بناء استراتيجية أمريكية على أساس أنه لا حاجة أمريكية للنفط الشرق الأوسط، هذا الحقيقة رؤية قاصرة. طب أنت قلت قبل قليل سيد العقيلي، قلت قبل قليل بأن المملكة العربية السعودية إذا ما تلمست هذا الانفراج أو هذا الانفتاح من قبل المملكة الولايات المتحدة أيضا هي ستبادر بذات الخطوات. وبما أن الأمر هكذا بالنسبة للولايات المتحدة من خلال هذه الزيارات للمسؤولين، ماذا بوسع المملكة أن تقدم بالمقابل برأيك؟ أنا أعتقد أنه السياسة الانسحابية لواشنطن من الخليج دفعت القوى الدولية الأخرى لملء هذا الفراغ بفعل الحقيقة طبيعة الفراغ، وليس بسبب أنه المملكة يعني قصدت إقصاء واشنطن أو تقريب بكين، لا، الطبيعة ضد الفراغ حقيقة. والسياسة الانسحابية في الخليج جعلت الصين تتقدم، ورحبت المملكة بهذا، لأنه الاستثمارات الصينية في الرياض اليوم في المملكة استثمارات بدأت تتسع واستثمارات قوية. ولن تضحي، أفهم من كلامك لن تضحي المملكة بهذه الاستثمارات على حساب عودة العلاقات المتينة مع الولايات المتحدة، ليس كذلك؟ لا، لم تضحي، لأنه العلاقة مع واشنطن غير يعني معتمدة على التدخل في السياسة الخارجية السعودية. المصالح السعودية مع بكين ومع غيرها ستبقى، والمملكة لا يمكن أن تطرد مستثمرين صينيين أو الشراكة الصينية السعودية تخطط مفهوم طيب. مفهوم المفاهيم التقليدية للعلاقة مع الصين. اليوم دور الصين دور عالمي. طيب سيد العقيلي، أرجو منك أن تبقى معي. ينضم إلي الآن عبر الهاتف من بنسلفانيا ضيفي جيرالد فايرستاين الدبلوماسي
الأمريكي السابق وهو أيضا نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى. سيد فايرستاين، مرحبا بك في الحرة الليلة. نتحدث عن هذه الزيارات لمسؤولين أمريكيين كبار إلى المملكة العربية السعودية. هل تقرأ في ذلك إشارة لانفراجة ما بالعلاقة بين الجانبين؟ Well, I think that the visits of Jake Sullivan and Secretary Blinken are a reflection of the fact that Saudi Arabia continues to be an important partner for the United States, and that وأن هناك عدد من القضايا على الطاولة الآن. هذه القضايا تحتاج أن تناقش على مستوى عال، ومن جملتها بالتأكيد الموقف في اليمن، وأيضا المبعوث الخاص ليندر كينغ زار المملكة مؤخرا وتحدث مع السعوديين بشأن كيفية التحرك إلى الأمام في موضوع اليمن، وبالتأكيد التقدم أو كيفية التقدم بالنسبة لموضوع إيران، حيث الجانبان في موقف جديد حيث هناك إقامة للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وتخفيض للتوتر، وهذا ترحب به الولايات المتحدة. وهناك أشياء أخرى تحدث عنها الضيف مثل دور الصين، وأنا متأكد أن هذا سيكون على الأجندة، على الرغم من أننا لا يجب أن نسيء فهم الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة ليست ولم تكن تريد من السعودية أن تتخلى عن علاقتها مع الصين. نعرف أن الصين شريك أساسي في التجارة أو رقم واحد في التجارة والاقتصاد، ولكن لا تزال هناك هواجس لدى الولايات المتحدة بشأن الدور الصيني، والجانب الأمريكي يريد مناقشة هذه الأمور مع الشريك السعودي. أوكرانيا أيضا ستكون على الأجندة، وأعتقد أن قطاع الطاقة النفط والغاز سيكونان على الأجندة. إذن هناك الكثير الذي يمكن الحديث عنه. سيد فايرستاين، قبل قليل ضيفي إذا كنت استمعت إليه ذكر بأن الصين مثلا، ضرب مثال أن الصين لم تتدخل بالأداء السعودي في سياستها الخارجية. الولايات المتحدة في إشارة إلى أنها تتدخل في هذا الجانب. هل هناك شكل جديد للعلاقة بين الجانبين تتوقع أن يعني يتم البدء به من الآن؟ أم أننا نتحدث عن ذات العلاقة السابقة، ربما ستكون ذات الانتقادات وذات المساعدات التي اعتدنا عليها خلال السنين الكثيرة الماضية؟ أنا أختلف مع فكرة أن الولايات المتحدة تدخلت في سياسة السعودية الخارجية. أعتقد أنه على مدار 75 عاما الولايات المتحدة والسعودية عملتا عن قرب، وفي مناسبات كثيرة كانت الأهداف متشابهة في سياستهما الخارجية، و أيضا كانت هناك أوقات كثيرة الولايات المتحدة والسعودية اختلفتا فيها في قضايا السياسة الخارجية، حيث تمكنا من إدارة هذه الاختلافات ولم تؤثر على العلاقات بشكل عام. أعتقد وبناء على هذه العلاقات الطويلة والتي تعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة والسعودية لا تزال تريدان النظر على هذه القضايا سويا، وأيضا التعرف على مناطق يمكن التعاون فيها. الولايات المتحدة اقتربت من الموقف السعودي، وأحيانا السعوديون اقتربوا من الموقف الأمريكي، وهذا شيء طبيعي في نوع العلاقات بيننا على مدار السنين. أبقى معك أيضا سيد فايرستاين في نقطة ذكرها سيد سوليفان مستشار الأمن القومي من ضمن الأهداف لهذه الزيارة للمملكة العربية السعودية، بأن الولايات المتحدة ما زالت تعمل، يقول، على تحقيق هدف إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. هذا الملف، هل يعني تلمست الولايات المتحدة أي إشارات من المملكة بإمكانية حصول مثل هذا التطبيع؟
أعتقد وبالتأكيد وعلى مدار السنوات الماضية، خاصة بعد قيام الإمارات والبحرين ودول أخرى بتطبيع العلاقات، التركيز كان على إمكانية تطبيع بين السعودية وإسرائيل. كانت هذه سياسة إدارة ترامب وإدارة بايدن، ولو نظرت على التعليقات والتصريحات من ولي العهد محمد بن سلمان، كانت هناك أوقات بدا أنه يوحي بأنه يريد أن يرى مثل هذه الخطوة تتحقق. نفهم أن هناك عقبات وأن هناك اعتبارات أخرى القيادة السعودية تحتاج أن تأخذها بعين الاعتبار قبل الإقدام على هذه الخطوة، ولكن هذا شيء أعتقد أنه من جانب الأطراف الثلاثة، أمريكا، إسرائيل والسعودية، أعتقد أن الجميع يمكن أن يرى أن التوصل إلى التطبيع سيكون مفيدا. طيب سيد فايرستاين، يعني هل تأتي هذه الخطوة في مقابل كما رأى البعض بأن التقارب السعودي الإيراني ربما يحتاج إلى موازنة بأن يكون هناك تقارب أو تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل؟ هل تقرأ مثل هذا المسعى الأمريكي من هذا الجانب، من جانب الموازنة في العلاقات بين هذه الدول؟ أعتقد من الصعب بالنسبة لي أن أقول كيف يفكر الناس في البيت الأبيض، ولكن أقول الانفراج الإيراني السعودي والتطبيع السعودي الإيراني والسعودي الإسرائيلي يمكن أن ينظر إليه على أنه مسارين متوازيين وسويا يمكنهما تخفيض التوتر ونقل المنطقة في اتجاه الأمن والاستقرار وحل الخلافات سلميا. الهاجس لدي بالطبع هو أن الاتفاق أو الموافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع إيران وإقامة علاقات دبلوماسية إلى حد ما هذا قد يشجع الإيرانيين على تبني مواقف متشددة عند التطرق إلى قضايا ذات اهتمام عالمي، خاصة برنامجها النووي، وأيضا هناك أشياء أقلقت السعودية عبر السنين، التدخل في شؤون الجيران وأيضا برنامج الطائرات المسيرة. هذه القضايا يجب أن تكون على الطاولة، وبالتالي آمل أنه لو كان هناك تفاهمات أو اتفاق سعودي إسرائيلي أن يحدث الآن بطريقة واقعية، ولكن لو قمت بتطبيع العلاقات فسيكون هذا واضحا للإيرانيين أن عليهم الاستمرار في التطرق لهذه القضايا. واضح هذه النقطة سيد فايرستاين. ما بقي لدي من وقت أريد أن أسأل به ضيفي أعود إليه من الرياض المحلل السياسي سليمان العقيلي. أستاذ العقيلي، نتحدث عن هذه النية التي صرح عنها سيد سوليفان بذهابه إلى المملكة، يقول أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل على يعني ربما إبرام تطبيع بالعلاقات بين السعودية وإسرائيل. هل هناك أي مؤشر جديد في المملكة بما يخص هذا الموضوع؟ لا، لقد ظلت العلاقات السعودية الأمريكية قوية بدون إسرائيل، مع الاختلافات طبعا في السياستين السعودية والأمريكية تجاه أزمة الصراع العربي الإسرائيلي. والسعودية قدمت حقيقة مبادرات سياسية لم يلتفت لها أمريكيا ولا إسرائيليا، ولا أعتقد أن هناك تغيير جوهري في يعني غير ما حصل طبعا في الفترات الأخيرة من السماح بالطيران وغيره. ولكن على كل حال طيب للأسف فقدنا الاتصال بضيفنا من الرياض سليمان العقيلي البحث والمحلل السياسي، نشكره على كل حال على هذه المشاركة، كما أشكر ضيفي من بنسلفانيا الدبلوماسي الأمريكي السابق جيرالد فايرستاين.